بالله على السلامه مرات اخوي. ايه يا عم، هو انت ما عندكش شغلانه غيري؟ مبروك البراءه. والبقى ان انت مش مصدق ولسه راكب دماغك. هو ما صدقش كيف وانا اللي مسلم الجات اللي للحكومه. ايوه انت. لا ما حدش خبرك عد. واه واقف هنا يا بقرة، انت وابت ابني ابو ايه؟ مش انت سلمتوني اياها؟ يلا بالسلامة يلا. نورت المنيا. المنيا؟ نهار اسود ومني، نهار اسود ومني اللي عليا. اسود ومني ليه وانت لسه حسك بالدنيا؟ امال لو كنت قتلتك بالغلط كنت هتعملي ايه؟ قول لنفسك بقى. البيه كان مفكرنا عبيط، جايب عقد ب10 فدادين. قال ايه اخويا زياد باعهم له من شهرين، ما خبرش ان زياد الله يرحمه مستلم فلوس المحصول قبل ما يتكتل باسبوع. يعني لو بقى كان عرفني وزياد خابر ان الارض حداني ما نفرطوش فيه. قلت ان العقد ده مزور، رحت بلغت الحكومه، جابوه كلمه من هنيه على كلمه من هنيه على كلمه من هنيه لحد ما وجع بلسانه. يا عم واني مال اهلي بالرغي ده كله؟ هو انت مش اتاكدت ان شريف زفت ده هو اللي قتل اخوك؟ ذنب ايه تخطفني وتجيبني هنا؟ واخويا ذنبه ايه؟ تعمل فيه اللي عملته. طب انا بقى عايزه اطمن عليه دلوقتي واجيب لك النهيه والقاضي على التكه والسخان. اخويا لو جرى له حاجه مش هيكفيني فيه عيلتك دي كلها. اطمني، احنا بنعرف الضربه اللي تموت من الضربه اللي بتدوخ. وبعدين لو كنت قلت لك تعالي ما هجيشي. اخوك والافندي اللي انت ملمومه عليه ما يخلكوش تسمعي الكلام وتيجي. وانت عايز تجيبني هنا تهبط بيا ايه؟ هو انت مش عرفت القاتل وسلمته بنفسك؟ لشمعنى يا عم الحاج؟ كنت عايز تقتلني وتسلمه هو. هو لا مؤاخذه كده الطار عندكم هنا بيتاخد من نسوانه وبس؟ ماني ما خبرش زين ان هو اللي قتل زياد الله يرحمه قبل ما سلمه. انا قلت ان هو مزور ونصاب، لكن قسما بالله قسما بالله ما اهمل ترك اخوي وهقتله لو في السجن. ما تقتله يا عم ولا ما تقتلوش، اني مالي؟ ما هو مالك دي اللي جابك هنا. مش فاهم. الارض اللي هتورثها من خوي، وانا ما استناش اعلام الوراثه لحد ما يطلع وتاخد الارض منيني. الله، هو مش ده حقي؟ مش ده شرع ربنا؟ الله في سماء ما تطلي منها شبر، ده ارض ابوي وجدي. كده بنت يا عسلية، جايبني هنا عشان اتنازل لك عن ورثي. عايز تاكل حق الولية الغلبان، حق اللي اترملت وهي في عز شبابها. يا شيخ حرام عليك، ده انا شفت واستحملت من اخوك اللي ما حدش يستحمله. هات القلم والكراس واني اقول لك اني عملت معاه ايه وعشانه. طب انا بزممكم وراضيه بحكمكم، يرضيكم اللي الحاج عايز يعمله فيا؟ يرضيكم انه عايز ياكل حقي؟ ساكتين ليه؟ ما تردوا، ده احنا حتى ولا زي بعض. اللي يقوله الحاج جابر يمشي على رجاب الكل. بس ده ظلم وحرام، هتقبل على عيالك الحرام يا حاج؟ لا، كلنا الحرام، حد الله ما بينه وما بين الحرام، احنا هناخد الارض بالحلال. هتشتريها صح؟ لا، هتجوازك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما هاني ليا في كل خرابه عفريت. هتقعدي معانا هنا لحد ما تخلص ايام العده، بعد كده نكتبوا الكتاب. احنا عندنا لا نفرط في ارضينا ولا حريمنا تتجوز من اغراب، ده سلوى عيلتنا.